أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، يا كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. بعد هذه القراءة الطيبة نستفتح هذا المجلس المبارك بكلمة افتتاحية من محدثنا العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، صاحب السنة المطهرة، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
فها نحن أولاء مع الكتاب الثاني لمجالس الحديث التي تعقد في هذا المكان الطيب الطاهر. ومجلس الحديث الذي نبدأه اليوم سنة حسنة، نبدأ بكتاب الأذكار للإمام النووي. والإمام النووي عاش عمره كله 45 عاما، ولكن كانت حافلة بالتأليف والتصنيف والعبادة، حتى ردد اسمه وأقواله العلماء والمحدثون والمؤلفون من بعده. وكان مدفنه ومقبرته تزار، فهم يعتقدون في ولايته وأنه من خيرة المحدثين ومن خيرة أولياء الله الصالحين. هذا الإمام الجليل الذي جاء الإمام السبكي بعد انتقاله في مقر الحديث وقال: أين كان يجلس الإمام النووي؟ قالوا: في هذا المكان. فأخذ يمرغ وجهه ويتبرك بالمكان الذي كان يجلس فيه هذا الإمام تيمنا وتبركا بأثره، وأنشد يقول: وفي دار الحديث كريم معنى، على بسط بها أصبو وآوي، عسى أني أمس بحر وجهي مكانا مسه قدم النووي رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة. ألف وصنف واختار، ومن بين ذلك هذا الكتاب الذي بين أيدينا والذي سنقرأه على حضراتكم مع جمع من خيرة علماء الحديث إن شاء الله. كتاب الأذكار جمع فيه الإمام النووي الأذكار التي كان يذكرها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذكر قربة ودعاء ورجاء يحقق الله به كل مطلب وكل رجاء، لدرجة أن الإمام البخاري لما ذكر دعاء الرسول في الكرب كان هذا الدعاء: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ولما قيل هذا ذكر وليس دعاء، ليس فيه كلمة أدعو، ليس فيه طلب ولا سؤال، قالوا: لأن الله تعالى قال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. من هنا كانت أهمية الذكر، لأن الذاكرين تكون قلوبهم مطمئنة لقول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولأن من يذكر ربه يذكره الله سبحانه، لأنه قال: فاذكروني أذكركم. من أجل ذلك فنحن على بركة الله نبدأ قراءتنا لهذا الكتاب العظيم، وعلى بركة الله نبدأ بالمقدمة من الزميل العالم الفاضل فضيلة الأستاذ الدكتور صبحي عبد الفتاح
فليتفضل سيادته مشكورا بالمقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نبدأ بمشيئة الله تعالى قراءة مقدمة كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقديما قالوا: بيع الدار واشتري الأذكار، لأهمية هذا الكتاب عند علماء هذه الأمة، وكل من يعرف قيمة الإمام النووي يعرف أن هذا الكتاب من أفضل كتبه التي صنفها رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، رب يسر يا معين. قال الراوي: حدثنا الشيخ الإمام العالم العامل الحافظ علاء الدين علي بن إبراهيم بن داوود بن العطار قال: أخبرنا الشيخ الإمام العالم العامل العلامة الزاهد الورع محي الدين يحيى بن شرف بن مري بن حسن النواوي رحمه الله تعالى بقراءتي عليه قال: الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مقدر الأقدار، مصرف الأمور، مكور الليل على النهار، تبصرة لأولي القلوب والأبصار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فأدخله في جملة الأخيار، ووفق من اجتباه من عبيده فجعله من الأبرار، وبصر من أحبه فزهدهم في هذه الدار، فاجتهدوا في مرضاته والتأهب لدار القرار واجتناب ما يسخطه والحذر من عذاب النار، وأخذوا أنفسهم بالجد في طاعته وملازمة ذكره بالعشي والإبكار، وعند تغاير الأحوال وجميع آناء الليل والنهار، فاستنارت قلوبهم بلوامع الأنوار. أحمده أبلغ الحمد على جميع نعمه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم الواحد الصمد العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين وأكرم السابقين واللاحقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد قال الله العظيم العزيز الحكيم: فاذكروني أذكركم. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعلم بهذا أن من أفضل أو أفضل حال العبد حال ذكره رب العالمين، حال ذكره رب العالمين واشتغاله بالأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في عمل اليوم والليلة والدعوات والأذكار كتباً كثيرةً معلومةً عند العارفين، لكنها مطولة بالأسانيد والتكرير فضعفت عنها همم الطالبين، فقصدت تسهيل ذلك على الراغبين، فشرعت في جمع هذا الكتاب مختصراً مقاصد ما ذكرته تقريباً للمعتنين، وأحذف الأسانيد في معظمه لما ذكرته من إيثار الاختصار، ولكونه موضوعاً للمتعبدين وليسوا إلى معرفة الإسناد متطلعين، بل يكرهونه وإن قصر إلا الأقلين، ولأن المقصود به معرفة الأذكار والعمل بها وإيضاح مظانها للمسترشدين. وأذكر إن شاء الله تعالى بدلاً من الأسانيد ما هو أهم منها مما يخل به غالباً، وهو بيان صحيح الأحاديث وحسنها وضعيفها ومنكرها، فإنه مما يفتقر إلى معرفته جميع الناس إلا النادر من المحدثين، وهذا أهم ما يجب الاعتناء به وما يحققه الطالب من جهة الحفاظ المتقنين والأئمة الحذاق المعتمدين. وأضم إليه إن شاء الله الكريم جملاً من النفائس من علم الحديث ودقائق الفقه ومهمات القواعد ورياضات النفوس،
والآداب التي تتأكد معرفتها على السالكين، وأذكر جميع ما أذكره موضحًا بحيث يسهل فهمه على العوام والمتفقهين. وقد روينا في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فأردت مساعدة أهل الخير بتسهيل طريقه والإشارة إليه وإيضاح سلوكه والدلالة عليه، وأذكر في أول الكتاب فصولاً مهمةً يحتاج إليها صاحب هذا الكتاب وغيره من المعتنين. وإذا كان في الصحابة من ليس مشهوراً عند من لا يعتني بالعلم، نبهت عليه فقلت: روينا عن فلان الصحابي لئلا يشك في صحبته. وأقتصر في هذا الكتاب على الأحاديث التي في الكتب المشهورة التي هي أصول الإسلام، وهي خمسة: صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. وقد أروي يسيرا من الكتب المشهورة وغيرها. وأما الأجزاء والمسانيد فلست أنقل منها شيئا إلا في نادر من المواطن، ولا أذكر من الأصول المشهورة أيضا من الضعيف إلا النادر مع بيان ضعفه، وإنما أذكر فيه الصحيح غالبا. فلهذا أرجو أن يكون هذا الكتاب أصلا معتمدا، ثم لا أذكر في الباب من الأحاديث إلا ما كانت دلالته ظاهرة في المسألة. والله الكريم أسأل التوفيق والإنابة والإعانة والهداية والصيانة وتيسير ما أقصده من الخيرات، والدوام على أنواع المكرمات، والجمع بيني وبين أحبائي في دار كرامته وسائر وجوه المسرات. وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، توكلت على الله، اعتصمت بالله، استعنت بالله، فوضت أمري إلى الله، واستودعته ديني ونفسي ووالدي وإخواني وأحبائي وسائر من أحسن إلي وجميع المسلمين، وجميع ما أنعم به علي وعليهم من أمور الآخرة والدنيا، فإنه سبحانه إذا استودع شيئا حفظه ونعم الحفيظ. ويبدأ فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم بداية الكتاب بعد هذه المقدمة لصاحبها الإمام النووي رحمه الله تعالى، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في الأمر بالإخلاص وحسن النيات في جميع الأعمال الظاهرات والخفيات. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما معناه: ولكن يناله النيات. أخبرنا شيخنا الإمام الحافظ أبو البخاء خالد ابن يوسف ابن الحسن ابن سعد ابن الحسن ابن المفرد ابن بكار المقدسي النابلسي ثم الدمشقي رضي الله عنه، أخبرنا أبو اليمن الكندي، أخبرنا محمد ابن عبد الباقي الأنصاري، أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري، أخبرنا أبو الحسن محمد ابن المظفر الحافظ، أخبرنا أبو بكر محمد بن سليمان الواسطي، حدثنا أبو نعيم عبيد الله عبيد بن هشام الحلبي، حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي،
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا حديث متفق على صحته، مجمع على عظم موقعه وجلالته، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. وكان السلف وتابعوهم من الخلف رحمهم الله تعالى يستحبون استفتاح مصنفات يستحبون استفتاح المصنفات بهذا الحديث تنبيهاً للمطالع على حسن النية وعلى اهتمامه بذلك والاعتناء به. روينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: من أراد أن يصنف كتاباً فليبدأ بهذا الحديث. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله: كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث الأعمال بالنيات أمام كل شيء ينشأ ويبتدأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. وبلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وقال غيره: إنما يعطى الناس على قدر نياتهم. وروينا عن السيد الجليل أبي علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وقال الإمام الحارث المحاسبي رحمه الله: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، ولا يكره أن يطلع الناس على السيء من عمله. وعن حذيفة المرعشي رحمه الله قال: الإخلاص أن تستوي أفعال العباد في الظاهر والباطن. وروينا عن الإمام الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله قال: الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر. من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. وقال السيد الجليل أبو محمد سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن يكون حركته وسكونه وسره وعلانيته، ولا يمازجه نفسه ولا هوى ولا دنيا. وروينا عن الأستاذ أبي علي الدقاق رضي الله عنه قال: الإخلاص التوقي عن ملاحظة الخلق، والصدق التنقي عن مطاوعة النفس. فالمخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له. وعن ذو النون المصري رحمه الله قال: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاء ثواب العمل في الآخرة. روينا عن القشيري رحمه الله قال: أقل الصدق استواء السر والعلانية،
وعن سهل التستري: لا يشم رائحة الصدق، لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. وأقوالهم في هذا غير منحصنة، وفيما أشرت إليه كفاية لمن أوفق. فصل: اعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة ليكون من أهله، ولا ينبغي أن يتركه مطلقا، بل يأتي بما تيسر منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فصل: قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا، وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة فإن المستحب أن يتنزه عنه، ولكن لا يجب. وإنما ذكرت هذا الفصل لأنه يجيء في هذا الكتاب أحاديث أنص على صحته أو حسنها أو ضعفها أو أسكت عنها لذهول عن ذلك أو غيره، فأردت أن تتقرر هذه القاعدة عند مطالع هذا الكتاب. فصل: اعلم أنه كما يستحب الذكر يستحب الجلوس في حلق الذكر في حلق أهله، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك وسترد في مواضعها إن شاء الله تعالى. ويكفي في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، فإن لله تعالى سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر، فإذا أتوا عليهم حفوا بهم. وروينا في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تعالى في من عنده. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونقدم فضيلة الأستاذ الزميل الجليل العلامة الأستاذ الدكتور مصطفى أبو عمار. شكراً. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمداً نستبقي به نعمته علينا ونستدفع به نقمته منا، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد
صلاةً وسلامًا ينتظم في سلكهما الشريف آله الأبرار وصحبه الأخيار، أما بعد، فبعد أن استمعنا إلى مقدمة شيخنا الفاضل فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم حول الإمام النووي رضي الله تبارك وتعالى عنه ورحمه ربه، هذا الكلام الذي قاله أستاذنا يتلخص في نقطتين: أن الإمام النووي رحمه الله جمع بين الولاية والعلم، ومظاهر الولاية ظهرت عليه مبكراً. نعم، كانت مدة حياته 45 عاماً، لكنها كانت مليئة بالعبادة والعلم. تحكي كتب التراجم عن الإمام النووي، هو من منطقة في الجولان، نسأل الله أن يحررها وأن يردها إلى أهلها وأن يقسم ظهر الصهاينة. هو من جولان، من الجولان، وكان سنه وقتئذ 7 سنوات، يعمل صبيا في دكان، فمر رجل من الصالحين ومن أهل الكشف يقال له يوسف المراكشي، فنظر إلى هذا الغلام الصغير اللي سنه 7 سنوات فقال: من والد هذا الغلام؟ قالوا له: هو في المكان الفلاني، نأتيك به نستدعي والده. قال: لا، أنا أذهب إليه. فذهب المراكشي إلى والد الإمام النووي، قال له: من والد هذا الغلام الذي يعمل في الدكان؟ قال: أنا. قال له: اهتم به، راعه رعاية طيبة فسيكون له شأن كبير. فقال الوالد: أأنت منجم أو ساحر؟ قال: لا هذا ولا ذاك، والسلام عليكم، وساب ومشي. كان ذلك في أول رمضان 631 هجرية. في آخر رمضان في ليلة القدر، بينما الإمام النووي وهو صغير سن 7 سنوات استيقظ من النوم فرحا مسرورا، فإذا بأهل البيت يجدون نورا في البيت، قالوا: هذه ليلة القدر. في هذه الحالة، في من هذا الوقت، بدأ الإمام النووي يتجه إلى ربط قلبه بالله تبارك وتعالى، فكان عابدا وجمع مع العبادة العلم كما قال أستاذنا الفاضل. وأنا قرأت له منذ أسبوع كتيبا جميلا جدا غير مشهور اسمه بستان العارفين للإمام النووي، أكد الإمام النووي في هذا الكتاب أهمية تربية القلب، وأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وكان طريق هذا الإنسان إلى الجنة إن شاء الله. هذا الإمام العالم تراه فقيها، تراه محدثا، تراه لغويا، تراه مؤرخا، وقد ذكر في كتابه بستان العارفين قاعدة ليت طلاب العلم ينتبهون إليها، أكد فيها أنه من بركة العلم عزوه لقائله، من بركة العلم أن الواحد ينسب العلم لأصحابه. قال: وبناء على ذلك، أي الإمام النووي، كل كلمة أنقلها وأستفيد منها لا بد أن أنسبها إلى أصحابها. قال هذا: فإذا فعلنا ذلك بورك لنا في علمنا وانتفع به، وإلا فلا خير فيه. كلام قوي جدا في كتابه بستان العارفين، ولا أريد أن أطيل في الكلمة، فقد استمعنا مقدمة الإمام النووي نفسه من كتاب الأذكار. له كتاب يسمى المجموع، شرح منه 9 مجلدات، لا نظير له لا في الفقه ولا في الحديث. ف
فرضي الله تبارك وتعالى عنه ورحمه رب. وأعود إلى القسم الذي أنيط بي. قال الإمام النووي رحمه الله: فصل. وأرجو ونحن نقرأ الكتاب أن نصغي إليه بقلوبنا وبآذاننا. قال: الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعا، فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل. ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء، وهذه نقطة مهمة أرجو أن تنتبهوا لها. لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء، بل يذكر بهما جميعا ويقصد به وجه الله تعالى. وقد قدمنا عن الفضيل رحمه الله أن ترك العمل لأجل الناس رياء ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لنسد عليه أكثر أبواب الخير، وضيع على نفسه شيئا عظيما من مهمات الدين، وليس هذا طريق العارفين. يعني لا تبالي أن يتحدث الناس عنك مدحا أو ذما، هنا وصلت إلى درجة العارفين. قال: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. فصل. اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد وتكبير ونحوها، بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله تعالى، كذا قاله سعيد بن جبير رضي الله عنه وغيره من العلماء. وقال عطاء رحمه الله: مجالس الذكر، وانتبهوا، مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام. كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشبه هذا، كل ما يتعلق بالمعاملات المشروعة هو ذكر لله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وروينا في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قلت لإمام النووي روي، هذا بقى يدل على أنه ضليع في اللغة العربية، روي المفردون بتجديد الراء وتخفيفها، والمشهور الذي قاله الجمهور التجديد. واعلم أن هذه الآية الكريمة مما ينبغي أن يهتم بمعرفتها صاحب هذا الكتاب، وقد اختلف في ذلك. فقال الإمام أبو الحسن الواحدي رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشيا وفي المضاجع وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى. فهل أنتم صانعون ذلك؟ هل استمعتم إلى ما قاله النووي؟ وقال مجاهد: لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. وقال عطاء: من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا نقل الواحدي. شوف الأدب، نقل الواحدي، يعني مش عاوز من كلامي أنا، فمن بركة العلم عزوه لقائله. قال: وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا حديث مشهور رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه في سننه. وسئل الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى عن القدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فقال: إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا، وهي مبينة في كتاب عمل اليوم والليلة، يا إما للنسائي يا إما لابن السني، كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والله أعلم. قال: فصل. أجمع العلماء على جواز الذكر، وأرجو أن ننتبه لأن احنا بنسأل في هذا كثيرا، أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء، وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء وغير ذلك. ما فيش مانع تقول سبحان الله الحمد لله، تكبر تهلل وأنت على غير طهارة، ولكن قراءة القرآن حرام على الجنب والحائض والنفساء سواء قرأ قليلا أو كثيرا حتى بعض آية. ويجوز لهم للجنب والمحدث والحائض والنفساء يجوز لهم إجراء القرآن على القلب من غير لفظ، فيش مانع، بس ما ينطقش باللسان، وكذلك النظر في المصحف وإمراره على القلب. قال أصحابنا لهم الشافعية: ويجوز للجنب والحائض، نرجو ننتبه، أن يقول عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، مع أنها هي قرآنية، وعند ركوب الناقة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وعند الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إذا لم يقصد به القرآن دعاء ويدعو بس. ولهما أن يقول بسم الله، المحدث والجنب والحائض، بسم الله والحمد لله إذا لم يقصد القرآن، سواء قصد الذكر أو لم يكن لهما قصد، ولا يأثمان إلا إذا قصد القرآن. ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. وأما إذا قال لإنسان خذ الكتاب بقوة، وهي آية قرآنية، أو قال ادخلوها بسلام آمنين ونحو ذلك، فإن قصد غير القرآن لم يحرم. وإذا لم يجد الماء تيمما وجاز لهما القراءة، فإن أحدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة، كما لو اغتسل ثم أحدث. ثم لا فرق بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في السفر، فله أن يقرأ القرآن بعده وإن أحدث. وقال بعض أصحابنا: إن كان في الحضر صلى به وقرأ به في الصلاة، ولا يجوز أن يقرأ خارج الصلاة. والصحيح جوازه كما قدمناه، لأن تيممه قام مقام الغسل، ولو تيمم الجنب ثم رأى ماء يلزمه استعماله فإنه يحرم عليه القراءة، وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل. ولو تيمم وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك لم تحرم عليه القراءة. أسمعتم مثل هذا الفقه يمزجه بكتاب الأذكار؟ هذا هو المذهب الصحيح المختار، وفيه وجه لبعض أصحابنا أنه يحرم وهو ضعيف. أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا، وهذا يسمى عند في الفقه فاقد الطهورين، فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله، وتحرم عليه القراءة خارج الصلاة،
ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة، بس فقط يقرأ الفاتحة بس. وهل تحرم الفاتحة؟ فيه وجهان، أصحهما لا تحرم بل تجب، فإن الصلاة لا تصح إلا بها، وكما جازت الصلاة للضرورة تجوز القراءة، والثاني تحرم. بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها من لا يحسن شيئا من القرآن، وهذه فروع رأيت إثباتها هنا لتعلقها بما ذكرته، فذكرتها مختصرة، وإلا فلها تتمات وأدلة مستوفاة في كتب الفقه، والله أعلم. فصل: ينبغي أن يكون الذاكر على أكمل الصفات، وأرجو أن ننتبه حين تذكر ربك، ينبغي أن يكون الذاكر على أكمل الصفات، فإن كان جالسا في موضع استقبل القبلة، وجلس متذللا متخشعا بسكينة ووقار، مطرقا رأسه، ولو ذكر على غير هذه الأحوال جاز ولا كراهة في حقه، لكن ده أداب. لكن إن كان بغير عذر كان تاركا للأفضل، والدليل على عدم الكراهة قول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: ورأسه في حجري وأنا حائض. وجاء عن عائشة رضي الله أيضا عنها قالت: إني لأقرأ حزبي وأنا مضطجعة على السرير. فصل: وينبغي أن يكون الموضع الذي يذكر فيه خاليا نظيفا، فإنه أعظم في احترام الذكر المذكور، ولهذا مدح الذكر في المساجد والمواضع الشريفة. وجاء عن الإمام الجليل أبي ميسرة رضي الله عنه قال: لا يذكر الله تعالى إلا في مكان طيب، لا يذكر الله تعالى إلا في مكان طيب. وينبغي أيضا أن يكون فمه نظيفا، فإن كان فيه تغير أزاله بالسواك، وإن كان فيه نجاسة أزالها بالغسل بالماء، فلو ذكر ولم يغسلها فهو مكروه ولا يحرم، ولو قرأ القرآن وفمه نجس كره. وفي تحريمه وجهان لأصحابنا، أصحهما لا يحرم. فصل: اعلم أن الذكر محبوب في جميع الأحوال إلا في أحوال ورد الشرع باستثنائها، وأرجو أن ننتبه. الذكر محبوب في جميع الأحوال إلا في أحوال ورد الشرع باستثنائها، نذكر منها طرفا إشارة إلى ما سواه مما سيأتي في أبوابه إن شاء الله تعالى. فمن ذلك أنه يكره الذكر حالة الجلوس على قضاء الحاجة، إنما وأنت داخل دورة المية تقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لكن إذا جلست لا تذكر. أنه يكره الذكر حالة الجلوس على قضاء الحاجة، وفي حالة الجماع، وفي حالة الخطبة لمن يسمع صوت الخطيب، وفي القيام في الصلاة بل يشتغل بالقراءة، وفي حالة النعاس، ولا يكره في الطريق ولا في الحمام، والله أعلم. فصل: المراد من الذكر حضور القلب، فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكر، فيحرص على تحصيله، ويتدبر ما يذكر، ويتعقل معناه، فالتدبر في الذكر مطلوب كما هو مطلوب في القراءة لاشتراكهما في المعنى المقصود. ولهذا كان المذهب الصحيح المختار، كان المذهب الصحيح المختار استحباب مد الذاكر
قول لا إله إلا الله، تمدها لما فيه من التدبر، وأقوال السلف وأئمة الخلف في هذا مشهورة والله أعلم. فصل: ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر، اللي عامل له ورد من الذكر من الأذكار، ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار أو عقب صلاة أو حالة من الأحوال ففاتته أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها، فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها. وقد ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه، من نام عن حزبه يعني الورد اللي متبعه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، سواء كانت صلاة قيام أو ذكر معين. فصل: في أحوال تعرض للذاكر يستحب له قطع الذكر بسببها ثم يعود إليه بعد زوالها. أحيانا وانت ماسك المسبحة وبتسبح هيجي واحد يقول لك السلام عليكم، أو تجد واحد يعطي، شوف الإمام النووي قال لك إيه. إذا منها يبقى في أحوال تعرض للذاكر يستحب له قطع الذكر بسببها ثم يعود بعد قال منها إذا سلم عليه رد السلام ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا عطس عنده عاطس شمته ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا سمع الخطيب، وكذا إذا سمع المؤذن أجابه في كلمات الأذان والإقامة ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا رأى منكرا أزاله أو معروفا أرشد إليه أو مسترشدا أجابه ثم عاد إلى الذكر، كذا إذا غلبه النعاس أو نحوه، وما أشبه هذا كله. لأن الذكر هدف كله هو حياة الإنسان، هو إصلاح شأن الإنسان. فصل: اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة لا يحسب شيء منها ولا يعتد به حتى يتلفظ به بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له. فصل: اعلم أنه قد صنف في عمل اليوم والليلة جماعة من الأئمة كتبا نفيسة رووا فيها ما ذكروه بأسانيدهم المتصلة وطرقوها من طرق كثيرة، يعني رووها من أسانيد متعددة، ومن أحسنها عمل اليوم والليلة للإمام أبي عبد الرحمن النسائي، وأحسن منه وأنفس وأكثر فوائد كتاب عمل اليوم والليلة لصاحبه الإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني رحمه الله تعالى. قال النووي: وقد سمعت أنا جميع كتاب ابن السني على شيخنا الإمام الحافظ أبي البقاء خالد بن يوسف ابن سعد بن الحسن رضي الله عنه قال، اللي هو أبو البقاء: أخبرنا الإمام العلامة أبو اليمن زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن الكندي سنة 2260، قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن سعد الخيري محمد بن سهل الأنصاري قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن سعد ابن أحمد بن الحسن الدوني قال أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن الحسين ابن محمد بن الكسار الدينوري قال أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني رضي الله عنه، وإنما قال النووي: وإنما ذكرت هذا الإسناد هنا لأني سأنقل من كتاب ابن السني إن شاء الله تعالى جملا، فأحببت تقديم إسناد الكتاب. وهذا عشان يؤكد القاعدة من نحن ننسب العلم لأهله. فأحببت تقديم إسناد الكتاب، وهذا مستحسن عند أئمة الحديث وغيرهم، وإنما خصصت ذكر إسناد هذا الكتاب
لكونه أجمع الكتب لكون هذا الكتاب أجمع الكتب في هذا الفن، وإلا فجميع ما أذكره فيه لي به روايات صحيحة بسماعات متصلة بحمد الله تعالى إلا الشاذ النادر. فمن ذلك ما أنقله من الكتب الخمسة التي هي أصول الإسلام، وهي الصحيحان للبخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي رحمهم الله تعالى، ومن ذلك ما هو من كتب المسانيد والسنن كموطأ الإمام مالك وكمسند الإمام أحمد بن حنبل وأبي عوانة وسنن ابن ماجة والدارقطني والبيهقي وغيرهما من الكتب، ومن الأجزاء مما ستراه إن شاء الله تعالى. وكل هذه المذكورات أرويها بالأسانيد المتصلة الصحيحة إلى مؤلفها والله أعلم. قال: فصل. اعلم أن ما أذكره في هذا الكتاب من الأحاديث أضيفه إلى الكتب المشهورة وغيرها مما قدمته، ثم ما كان في صحيح البخاري ومسلم أو في أحدهما أقتصر على إضافته إليهما لحصول الغرض وهو صحته، فإن جميع ما فيهما صحيح، وأما ما كان في غيرهما فأضيفه إلى كتب السنن وشبهها مبينا صحته وحسنه أو ضعفه إن كان فيه ضعف في غالب المواضع، وقد أغفل عن صحته وحسنه وضعفه. واعلم أن سنن أبي داود من أكبر ما أنقل منه، وقد روين عنه أنه قال: ذكرت في كتابي الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه ضعف شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. قال النووي: هذا كلام أبي داود، وفيه فائدة حسنة يحتاج إليها صاحب هذا الكتاب وغيره، وهي أن ما رواه أبو داود في سننه ولم يذكر ضعفه فهو عنده صحيح أو حسن، وكلاهما يحتج به في الأحكام، فكيف بالفضائل؟ فإذا تقرر هذا، فمتى رأيت هنا حديثا من رواية أبي داود وليس فيه تضعيف فاعلم أنه لم يضعف والله أعلم. وقد رأيت أن أقدم في أول الكتاب بابا في فضيلة الذكر مطلقا أذكر فيه أطرافا يسيرة توطئة لما بعدها، ثم أذكر مقصود الكتاب في أبوابه، وأختم الكتاب إن شاء الله تعالى بباب الاستغفار. تاني: وأختم الكتاب إن شاء الله تعالى بباب الاستغفار تفاؤلا بأن يختم الله لنا به، والله الموفق، وبه الثقة وعليه التوكل والاعتماد وإليه التفويض والاستناد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. والكلمة الآن لفضيلة زميلنا الفاضل الأستاذ الدكتور صبحي ربيع. بسم الله الرحمن الرحيم، وبإسناد مشايخنا إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: باب مختصر في أحرف مما جاء في فضل الذكر غير مقيد بوقت. قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال: وروينا في صحيحي إمامي المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي مولاهم، وأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما بأسانيدهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، واسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصح من نحو 30 قولا، وهو أكثر الصحابة حديثا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال: وهذا الحديث آخر شيء في صحيح الإمام البخاري. قال: وروينا في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وفي رواية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. قال: وروينا في صحيح مسلم أيضا عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. وروينا في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وروينا فيه أيضاً عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي رواية: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. ورويناه في كتاب الترمذي ولفظه: ألا أعلمك كلمات تقولينها: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. وروينا في صحيح مسلم أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وروينا في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتِ أحدٌ بأفضل مما جاء به إلا رجلٌ عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يومٍ 100 مرة حُطَّت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. قال الترمذي: حديث حسن. وروينا في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. وروينا في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. قال: وروينا في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين، وهذا غير الحميدي شيخ البخاري، قال: كذا هو في كتاب مسلم في جميع الروايات، أو يحط. قال البرقاني: ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن موسى الذي رواه مسلم من جهته فقالوا: ويحط بغير ألف. قال وهذا كلام يعني في بيان الخلاف في الروايات، وهذا يعني علم دقيق للإمام النووي. قال: وروينا في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. قلت، يعني الإمام النووي، السلامة بضم السين وتخفيف اللام، وهو العضو، وجمعه سلاميات بفتح الميم وتخفيف الياء. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصن تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. قال الترمذي: حديث حسن. وروينا فيهما بإسناد حسن عن يسيرة بضم الياء المثنات تحت وفتح السين المهملة الصحابية المهاجرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل، وأن يعقدن بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات. وروينا فيهما وفي سنن النسائي بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح، يعني على يديه. قال وفي رواية: بيمينه. وروينا في سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. وروينا في كتاب الترمذي عن عبد الله بن بسر بضم الباء الموحدة وإسكان السين المهملة الصحابي رضي الله عنه أن رجلاً قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله تعالى. قال الترمذي حديث حسن. قلت أتشبث بتاء مثنات فوق ثم شين معجمة ثم باء موحدة مفتوحات ثم تاء مثلثة ومعناه أتعلق به وأستمسك. قال وروينا فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العباد أفضل درجة عند الله تعالى يوم القيامة؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قلت يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله عز وجل؟ قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله تعالى أفضل منه. وروينا فيه يعني في الترمذي وفي كتاب ابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم؟ قالوا بلى. قال ذكر الله تعالى. قال الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك على الصحيحين هذا حديث صحيح الإسناد. وروينا في كتاب الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الترمذي حديث حسن. وروينا فيه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال الترمذي حديث حسن. وروينا فيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الكلام أحب إلى الله تعالى؟ قال ما اصطفى الله تعالى لملائكته سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وهذا حين أشرع في مقصود الكتاب وأذكره على ترتيب الواقع غالبا، وأبدأ بأول استيقاظ الإنسان من نومه ثم ما بعده على الترتيب إلى نومه في الليل ثم ما بعد استيقاظاته في الليل التي ينام بعدها، وبالله التوفيق. هذا ويواصل القراءة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نصر لبان، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله زين قلوب أوليائه بذكره وطهر أفئدتهم من المعاصي بكثرة تسبيحهم وتحميدهم وتهليلهم لعظمته، وجاز عباده عن ذكره بذكرهم فرغبهم في السؤال والدعاء بأمره. وبعد، فبأسانيد مشايخنا إلى الإمام النووي قال باب ما يقول إذا استيقظ من منامه. قال الإمام النووي روينا في صحيحي إمامي المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري
وأبي الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري رضي الله عنهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة مكانها: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ وذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة كلها، انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هذا لفظ رواية الإمام البخاري، ورواية الإمام مسلم بمعناه: وقافية الرأس آخره. وروينا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وروينا في كتاب ابن السني بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. وروينا فيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقول عند رد الله تعالى روحه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، إلا غفر الله تعالى له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وروينا فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل ينتبه من نومه فيقول: الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة، الحمد لله الذي بعثني سالما سويا، أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، إلا قال الله تعالى: صدق عبدي. وروينا في سنن أبي داود عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هب من الليل كبر 10 وحمد 10 وقال: سبحان الله وبحمده 10، وقال: سبحان القدوس 10، واستغفر 10، وهلل 10، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة 10، ثم يفتتح الصلاة. وقولها هب أي استيقظ. وروينا في سنن أبي داود أيضاً عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. باب ما يقول إذا لبس ثوبه. يستحب أن يقول بسم الله، وكذلك
تستحب التسمية في جميع الأعمال. وروينا في كتاب ابن السني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، واسمه سعد بن مالك بن سنان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس ثوباً سماه قميصاً أو رداءً أو عمامةً، يقول: اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. وروينا فيه عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوباً جديداً فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً أو نعلاً وما أشبهه. يستحب أن يقول عند لباسه ما قدمناه في الباب قبله: بسم الله. قال: وروينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. قال الإمام النووي: حديث صحيح، رواه أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، وأبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي في سننهم. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن. وروينا في كتاب الإمام الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس ثوباً جديداً فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به، كان في حفظ الله وفي كنف الله عز وجل وفي سبيل الله حياً وميتاً. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. وفي ختام مجلسنا الموقر نتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى: اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع ذنباً إلا غفرته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا كربا إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وفك كرب المكروبين، وفرج الهم عن المهمومين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.